אז אני רוצה לציין פה, أنا أريد أن أشير هنا أنه في السياسة الخارجية التركية كانت هناك الكثير من الأخطاء، وفي كل مرة حاول الرئيس أردوغان تجاوز هذه الأخطاء وألقى بالمسؤولية على شخص آخر في الماضي، كان هذا أحمد داوودوغلو، واليوم بدل من البحث عن كبش فداء نفهم أن أردوغان توصل إلى نتيجة أنه بسبب الوضع الهش الذي يعاني منه الاقتصاد التركي، وتوصل إلى استخلاص أنه يجب تطوير العلاقات وتحسين العلاقات مع دول الجوار في الشرق الأوسط، وتحديدا خاصة بعد حقيقة أن تركيا تحولت إلى دولة معزولة في الشرق المتوسط. لذلك توصل إلى الخلاصة أنه يجب تحسين العلاقات. حينما ننظر على خارطة الشرق الأوسط نرى أنه في القاهرة لا يوجد سفير تركي، وفي تل أبيب لا يوجد سفير تركي، وفي دمشق لا يوجد علاقات مع نظام بشار الأسد. لديهم محاولات أن يدخلوا إلى لبنان ولكن هذا لا ينجح بسبب التأثير الفرنسي. لديهم مشاكل مع قبرص، مع اليونان، وفي المحصلة إذا ما نظرنا الأتراك معزولون، هم يسمون هذا انعزال إيجابي، ولكنهم يفهموا الآن أن هذا الانعزال الإيجابي هو ليس بالإيجابي. هم لا يريدون أن يبقوا وحدهم في الشرق المتوسط، ולכי יאסירו في الشرق الأوسط ולכי יضعوا حد إلى التفوق اليوناني الدبلوماسي. هم يريدون الآن تحسين العلاقات مع مصر ومع إسرائيل، לקראת סוף של שנה קודמת، وهذا بدأ في نهاية العام الماضي تشرين ثاني كانون أول. بدأ الأتراك يرسلون رسائل إلى مصر وإلى إسرائيل. الآن نرى أنهم بدأوا يطبقون هذه النقاط خاصة تجاه مصر. وهذه نقطة أريد أن أعود بها لدكتور سمير. دكتور سمير، لاحظنا الرسائل التركية الكثيرة تجاه إسرائيل وغيرها من دول المنطقة، إلى أن كل هذه الدول تقريبا حتى الآن لم ترد بالمثل على تركيا، التزمت الصمت وكأنها بنت هذه الأحلاف التي رأيناها في المنطقة ومضت قدما وتقول لا نأبه بك يا تركيا. ما رأيك؟ يعني دعني أقول لك باختصار أنه الآن في المسار السياسة الخارجية التركية نعيش مرحلة انتقالية إذا جاز التعبير. هذه المرحلة الانتقالية مرتبطة بنقطتين أساسيتين. تركيا أعلنت بشكل واضح أنها ستذهب بمنحة مراجعة هذه السياسات، نقطة أولى. نقطة ثانية، الطرف الآخر، الأطراف الأخرى حتى الآن ما زالت حذرة وقلقة وتتريث. هذه برأيي الآن يعني مسألة أخرى برأيك هي. هذه هي برأيي، صحيح، هذه هي برأيي مشكلة المرحلة الانتقالية. لماذا؟ لأنه في عنا أكثر من دائرة تأزم في العلاقات التركية مع العديد من اللاعبين في الخارج، وهذه الدوائر ما زالت موجودة حتى الآن رغم رسائل الانفتاح. مثلا دائرة العلاقات التركية الأمريكية ما زال هذا التأزم في ذروته كما نعرف، مع الدائرة الأوروبية ربما بعض التخفيض وتخفيف هذا التوتر بعد الزيارة الرئاسية الأوروبية إلى تركيا، مع المجموعة العربية بيانات القمة العربية ما زالت متشددة في حلال تركيا والمواقف. لكن في نقاط أيضا باختصار لن أطيل إطلاقا تحتاج فعلا إلى متابعة، أنه هذا التحليل مرتبط بأكثر من مادة حسب المشهد القائم اليوم. في ملفات نعم وصلت فيها تركيا إلى طريق مسدود وبدأت تراجع هذه السياسات، مثلا في التعامل مع مصر تحديدا، في العلاقة مع إسرائيل ربما، في ملفات أيضا استطاعت تركيا أن تثبت فيها ثقلها الإقليمي وسجلت الكثير من النجاحات. دكتور إن سمحت لي، يعني هو لم يقله مباشرة أردوغان، لكن هل نستطيع أن نقول إن ذلك يعكس اعترافا ضمنيا بالفشل؟
أنا لا أسميه فشل، أنا أسميه رهان على سياسات معينة وعدم نجاح تركيا في الحصول والوصول إلى ما تريده في هذه السياسات. لماذا؟ لأنه لو كان في فشل في هذه السياسات لكانت تحولت الأمور إلى انفجار أكبر في العلاقات السياسية والدبلوماسية. الوصول إلى طريق مسدود في بعض الملفات دفع الجانب الآخر، الطرف الآخر، الأطراف الأخرى إلى توحيد صفوفها، إلى التنسيق فيما بينها للرد على السياسات التركية في الشرق المتوسط مثلا، تحديدا في التعامل مع بعض العواصم العربية، الملفات العربية مثلا. طيب دكتور حاي، بدأت أنت تتحدث عن المشاكل الداخلية في تركيا، وأيضا هناك انتخابات رئاسية قادمة وموجودة على الأبواب. أردوغان حاول في محطات سابقة نيل استعطاف شرائح أو قاعدته الشعبية من محافظين ومتدينين، ورأينا قضية متحف آيا صوفيا، لكن أفهم منك أن هذا أيضا محاولة كسب أكبر قدر من التأييد داخل تركيا أيضا لم يجد نفعا كثيرا، هكذا أفهم منك؟ אז לפי הסקרים האחרונים حسب استطلاعات الرأي الأخيرة نحن نرى أن الدعم الذي يحظى به أردوغان يتراوح حول 30%. إذا ما نظرنا إلى نظام التصويت التركي الجديد نعرف أنه بحاجة في على الأقل في البرلمان إلى دعم 51% لكي يمرر كل القوانين الذي يريد، سواء كما فعل في الماضي يمكن أن يتحالف مع حزب بواسطة حزبه أو بواسطة التحالف مع الحزب القومي، ولكن أين تكمن المشكلة؟ المشكلة هو أن شعبية الحزب القومي في تراجع. تركيا تعاني من اقتصاد، من بطالة، من كورونا، وإذا ما نظرت الآن الدولار يساوي 8 ليرات تركية. حينما صعد أردوغان إلى الحكم كان الدولار يساوي ليرتين، وبدأت الناس تتساءل أين يذهب الاقتصاد التركي، ونرى ارتفاع في النسبة بالدولار ليرة، واليوم وصل إلى 8 ليرات. وتطرقنا إلى العلاقة مع الولايات المتحدة. في نهاية شهر أيار في الولايات المتحدة المحكمة ستقرر في قضية البنك الرسمي التركي ومحاولته تجاوز العقوبات، بمعنى أن الولايات المتحدة يمكن أن تفرض عقوبات جديدة على تركيا، وأنا لا أعتقد أن الاقتصاد التركي يمكن أن يتحمل عقوبات جديدة. بالإضافة في 24 من هذا الشهر الولايات المتحدة، رئيس الولايات المتحدة بايدن يمكن أن يعترف بالمحرقة والكارثة الأرمنية. إذا ما فعل هذا، إذا ما وقع على قرارين لمجلس الشيوخ الأمريكي ولمجلس النواب بالاعتراف بالمحرقة الأرمنية، في هذه الحالة أرمينيا يمكن أن تقدم دعوات اقتصادية ضد تركيا في الولايات المتحدة، وهذا يمكن أن يعقد ويثقل على الاقتصاد التركي. لذلك هناك الكثير من الأبعاد الإشكالية بالنسبة لتركيا. إذا ما نظرنا أمام روسيا أيضا الوضع ليس على ما يرام أيضا، وفقط مؤخرا روسيا اتخذت قرار وهي أوقفت الرحلات التجارية المخفضة إلى تركيا. لماذا هذا مهم؟ لأن اقتصاد تركيا يستند إلى السائحين الأتراك. لماذا قام بهذا الجانب الروسي؟ بسبب التقارب التركي الأوكراني. تركيا تريد أن ترقص في آن واحد في أكثر من حفل زفاف خدمة لمصالحها، ولكنها تتلقى الضربات بالمقابل. ونرى أنه من أجل تخفيف وتقليص الأضرار يحاولون التقارب إلى مصر وإسرائيل. وإذا ما أتيح لدي الوقت أريد أن أتطرق أيضا إلى اتفاقيات إبراهيم، اتفاقيات التطبيع وتركيا. سوف أدنأتي إليها، لكن أريد أن أعطي فرصة سريعة لدكتور سمير. دكتور سمير، على ضوء كل ما قلناه وعلى ضوء ما قاله دكتور حاي، أين ترى مستقبل أردوغان في ظل الانتخابات الرئاسية قادمة؟ هذا سؤال أساسي كنت سأتحدث عنه أخ بشار، جيد أنك طرحته. علينا أن نفصل برأيي بين شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشعبية حزبه في الداخل التركي. استطلاعات الرأي تنتقي كلها دون استثناء على أنه حظوظ الرئيس رجب طيب أردوغان في الرئاسة التركية ما زالت قائمة، وبفارق
كبير جدا عن أقرب منافس له. مشكلة العدالة والتنمية هي الحزب الإمساك بالسلطة في المرحلة المقبلة. المشكلة هي ليست في أنه العدالة والتنمية يستطيع أو لا يستطيع هنا، المشكلة هي ما الذي تستطيع أن تفعله أحزاب المعارضة المفككة والتي تذهب بمنحى المزيد من التفكك.